بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا في هذا الفيديو طريقة باش نعمر بطاقة الرغبات ديالي الخاصة بالتوجيه المدرسي، سواء بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي أو الجدع مشترك أو الأولى بكالوريا. إذا في البداية، في كل شيء تعرف بأن هذا الموسم هذا فهذيك البطاقة الورقية المعتادة اللي كنا مولفين في السنوات الماضية فما بقاتش، ولا وليت ندخل ونعمر التوجيه ديالي، ولا نعبر على الرغبة ديال التوجيه ديالي في الموقع ديال في الفضاء الخاص بالتلميذ ديال المسار. إذا قبل ما غادي نبداو، غادي نبغي غير نذكركم بواحد المذكرات اللي كانت جاو بخصوص الاطر المرجعيه ديال المواد اللي غادي يدوزوا التلاميذ في الامتحان. ف هنا كاين جميع المواد اللي لاحظتوا. ندخلوا للمواد الادبيه مثلا، فهنا مثلا انا شعبه الادب والعلوم الانسانيه اللغه العربيه ندخل ليها ونشوف. إذن هنا كيف ما تنشوف قاع المسائل المتعلقة بالدروس ولا بالأطر المرجعية فهي كاينة هنايا. إذن فهنا لابد التلاميذ يدخلوا يشوفوا هذا الشيء. كاين تاني نشوف المواد العلمية، مثلا نشوف الرياضيات شعبات العلوم التجريبية يعني فيزيك ولا هذا. إذن كيف ما تلاحظوا فهنا قاع الدروس اللي مدرجه في هاد اللي غادي تحط في الامتحان الوطني هي كاينه هنايا. هذا بالنسبه للاطر المرجعيه. هذه مذكره اخرى خاصه بالمواقيت ديال الامتحان، فكيف ما تلاحظوا هنايا فكاع المسالك وكاع الشعب كاينه هنايا. اذا دابا غادي نمشيو غادي نمشيو لكيفاش ندخلو ولا كيفاش نديرو التوجيه ديالنا. انا كنمشي لهنايا، كنمشي لجوجل، كنطابي خدمات مسار الخاصة بالتلميذ، وكندخل الفضاء الخاص بالتلميذات والتلاميذ. تيعطيني هاد الصفحة هادي، تندخل الفضاء الخاص بالتلميذات والتلاميذ. هنا كندير الكود مسار الخاص بيا، باش نجيب ديال هاد التلميذة مثلا. فكنطبي الكود مسار @ تعليم .ما، وكندير المود باس ديالي. وكندير سجل الدخول، فتيعطيني هاد الانترفاس هادي. راه كلشي تيعرفها دابا، كلشي دخل ليها، كلشي شايفها. تنمشي للتوجيه، هو هنايا تندير الاختيارات الدراسية والتكوينية، تديني لهاد الانترفاس هادي فيها الاسم ديالي وفيها القسم الى اخره. وتنجي لهاد ليكون هادي، تنكليك عليها اضافة، تيعطيني مجموعة من الخيارات. مجموعة من الخيارات، مثلا انا بغيت ندير علوم رياضية، خيار فرنسية، تنكليك عليها وتندير حفظ. فكيف ما تلاحظوا هنايا الخيار الاول ها هو ولا عندي هنايا. اذا بغيت نموديفيه تنكليك على هذا، على هاد ليكون هاد الزرقاء هادي، تنموديفيه وتندير حفظ. بغيت نسوبريمي كاع، تنسوبريمي من هنا وتنحيدو، مثلا ما عجبنيش هاد الخيار. اذا نشوف الخيار الثاني، تندير اضافة. مثلا ما عطاونيش علوم رياضيه، شنو بغيت عاوتاني ناخذ من غير العلوم الرياضيه؟ في حاله ما الا ما عطاونيش العلوم الرياضيه، مثلا ندير علوم تجريبيه خيار فرنسيه وندير حفظ. نفس الشيء بغيت نزيد، مثلا الا ما عطاونيش علوم تجريبيه، مثلا ندير علوم، مثلا علوم اقتصاد ولا شي حاجه مهم. فهذه هي الطريقه باش تمكن ليا نصب التوجيه ديالي. نفس الشيء بغيت نموديفيه، تنجي لهنا تنموديفيه، بغيت نسوبريمي تنسوبريمي من هنايا.
فبالنسبة للاختيارات فكل واحد والتعليل ديالو، كل واحد على حساب كيفاش تيشوف هذا التعليل هذا. فمثلا غنديرو ميولي، ولا مثلا دي الرياضيات، الفيزياء، انا كل واحد غيدير اللي بغى، انا غير درت شي حاجه اللي هكذاك وصافي. اذا وندير حفظ، لقد تم حفظ المعطيات بنجاح، الا ما ظهرت لك شهادي عرف راه ما درتي حتى شي حاجه. اذا هنا نتاكد انني درت هذه العمليات بثلاثه، ف درت الاختيارات بجوج اللي عندي هنايا درتهم، ودرت التعليل ديالي هنايا، وندير حفظ. الا ما درتش حفظ راه ما درت حتى شي حاجه. اذا نعاود نكليكي حفظ، الا ما عطانيش هكا راه عندي شي خطا، دونك خصني نعاود من جديد. اذا نتمنى نكون فدتكم شويه في هذا الفيديو، والى اللقاء في فيديو اخر.